المخابرات النمساوية تحذر من أنشطة تجسس صينية. شركة إنفاو تحذر من احتمال وقف إمدادات الغاز من روسيا. ضبط 98 مخالفة لمحلات بيع المواد الغذائية في فيينا خلال العطلة. اعتقال نمساويان بتهمة القتل بعد وفاة طفل بسبب سوء التغذية. ودراسة توضح تأثير خلفية الوالدين على مستقبل أطفالهم. وأخيراً اكتشاف عظام ماموث ترجع لأربعين ألف عام في النمسا السفلى. مشاهدينا الكرام، من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. إلى تفاصيل النشرة، أبدت المخابرات النمساوية قلقها من أنشطة التجسس الصينية، محذرة الشركات التكنولوجية النمساوية من تعرضها لهذه الأنشطة. وأعدت إدارة المخابرات تقريرا يحذر من مخاطر وجود عددا كبيرا من الطلاب الصينيين في الجامعات النمساوية، مبدية مخاوف من نقلهم للخبرات والمعارف النمساوية إلى بكين. وأشارت إلى أن الشركات النمساوية رغم قدرتها على إنتاج منتجات رائدة تفتقر إلى وسائل الحماية اللازمة وأمن المعلومات مع مرور مثل هذه الهجمات غالبا دون ملاحظتها. حذرت شركة إنفاو النمساوية من احتمال وقف إمدادات الغاز من روسيا بسبب حكم قضائي أجنبي. وأوضحت الشركة أنها تلقت معلومات عن حكم قضائي أجنبي لصالح شركة طاقة أوروبية كبرى. وقد تضطر الشركة إلى تحويل المدفوعات المستحقة بموجب عقد توريد الغاز مع غاز بروم إلى هذه الشركة الأوروبية بدلا من غاز بروم. ولم تفصح إنفاو عن هوية الشركة أو تفاصيل الحكم. وأشارت إلى أن هذا قد يؤدي إلى وقف صادرات الغاز من غاز بروم مما يؤثر على السوق النمساوية. وأكدت إنفاو قدرتها على توفير الغاز لعملائها من مصادر بديلة غير روسية. أسفر تفتيش لمجموعة الإجراءات الفورية عن تحرير 98 مخالفة ضد محلات بقالة في فيينا خلال عيد العنصرة. وكان 49 من المخالفات يتعلق بفتح المحلات بشكل غير قانوني، بينما تتعلق 49 الأخرى بغياب ملصقات الأسعار الواضحة، إضافة لمخالفات قانون المرور وقانون الأوزان والمقاييس. وخلال الحملة تم فحص 94 متجرا، 51 منها كانت مفتوحة، حيث جاءت الضوابط بناء على شكاوى من أصحاب المحلات الآخرين الذين عارضوا المنافسة غير العادلة. عثرت السلطات في مدينة كوبشتاين في تيرول على جثة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، وتم اعتقال والديه بتهمة القتل وهما نمساويان بالعشرينات من العمر. ووصلت الشرطة إلى مكان الحادث بعد تلقي بلاغ بوجود طفل ميت، وأكد طاقم الإسعاف وفاة الطفل. وأظهرت نتائج التشريح الأولية أن الوفاة ناجمة عن سوء تغذية شديد، وتم وضع الأطفال 3 الآخرين للزوجين الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و6 سنوات تحت رعاية خدمات حماية الطفل. أظهرت بيانات جديدة من هيئة الإحصاء النمساوية أن الطبقة الاجتماعية للوالدين تؤثر على مستوى التعليم الذي يحصل عليه الأطفال. وتبين أن 9% فقط من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و44 عام والذين لم يكمل آبائهم سوى التعليم الإلزامي حصلوا على شهادة جامعية. في المقابل تصل النسبة إلى حوالي 61% بين أبناء الأكاديميين. وتظهر البيانات أن تأثير الآباء يظهر جليا في فرص النجاح في إكمال التعليم الثانوي والتدريب المهني. ووجد أن الطلاب من الخلفيات الداعمة
لديهم فرص أعلى بكثير لإكمال دراساتهم مقارنة بمن لديهم دعم ضئيل. عثر بالصدفة على عظام حيوان الماموث في أحد ضواحي كريمز من النمسا في النمسا السفلى، يعود تاريخها إلى 40,000 عام، ويعود الفضل في هذا الاكتشاف إلى مزارع عنب يقظ. وكان المزارع يخطط لإجراء بعض أعمال التجديد عندما عثر على عظام ضخمة في قبو النبيذ، وأبلغ هيئة الآثار الفيدرالية التي استدعت بدورها المعهد الأثري النمساوي، وتشير الحفريات إلى وجود طبقات متعددة من عظام الماموث مع قطع أثرية حجرية تعود إلى ما بين 30,000 و40,000 عام. وأشار المعهد إلى وجود طبقة عظمية ضخمة تنسب إلى أجزاء من 3 حيوانات على الأقل. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا ممدوح مكين، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.